على كلام الأستاذ وليد منصور. والله تعليقي اولا الاستاذ وليد منصور منظم حفلات معروف، وعشان كده احنا لما فكرنا ان احنا نرجع اضواء المدينه قلنا وليد منصور باعتباره انه يعني من اكبر منظمي الحفلات في مصر. وزي ما هو قال هو فعلا بينظم حفلات تقريبا كل يوم، ف يعني ايه المعضله اللي وقفت في حفله ماسبيرو وصندوق تحيا مصر؟ اولا هو عارف ان الفلوس ما كانتش تحت ايد اتحاد الاذاعه والتلفزيون، ها، عشان زي ما بيقول ان هو لما طالب بالفلوس احنا ما اديناهالوش، لان مش احنا الجهه اللي بتصرف، احنا جبنا رعاه ودخلناهم صندوق تحيا مصر. ويعني قلنا ان اسم صندوق تحيا مصر طبعا حضرتك عارف باعتباره ان هو جهه غير هادفه للربح، بيبقى له بقى حاجات في الضرايب، حاجات في مثلا نقابه الموسيقيين، زي ما اتقال ان احنا ما خدناش تصريح من نقابه الموسيقيين، احنا عندنا الجواب اللي متوجه من تحيا مصر للنقيب الاستاذ هاني شاكر بان حتى منزل رسوم التصريح من 45,000 ل 35,000. يعني احنا عملنا كل الاجراءات اللي كانت مطلوبه من اتحاد الاذاعه والتلفزيون. لكن ان الاستاذ وليد معلش عفوا يتجاوز ويطلع في تصريح ويقول ان مسيره فاشل، فمعلش احنا ما نسمحلوش بده خالص. بعد اذنك حضرتك، انت نظمت حفلات كتيره، اشمعنى الحفله دي هي اللي وقفت فيها؟ وبعدين اذا كان يعني الطبيعي ان الفنانين بياخدوا حقهم قبل ما يطلعوا الستيج، دي حفلة لصالح صندوق تحيا مصر وهو جهة موثوق فيها، وده اللي اتقال للأستاذ وليد في مكالمة قدامي، يا وليد احنا صندوق تحيا مصر وفلوسك احنا مكان موثوق فيه، واحنا فلوسك يوم الاثنين ما تقلقش عليها. يعني الكلام هنا عارف حضرتك ده جهة يعني ما تشككش فيها اطلاقا. طب انا اتكلم لجأنا. ثانية واحدة هترد عليها يا استاذ وليد، لكن انا عايز اسألك ثانية واحدة لو سمحت استاذ وليد، ثانية واحدة استاذة نادية، في طبعا تعاقد تم، يفترض ان هناك تعاقد مع الشركة المنظمة، ده واحد. نمرة اثنين لو سمحت، نمرة اثنين في اعلانات نزلت في التلفزيون كتير عن هذه الحفلة. أيوة. وباسماء بنوك عديده. ايوه، هنا الخساره دي من سيتحملها؟ ما هم دول الرعاه يا فندم اللي الموضوع، دول دفعوا فلوس علشان لرعايه الحفله. فين الفلوس؟ استاذ وليد ثانيه واحده هتكمل حضرتك، ثانيه واحده لحظه. الفلوس يا فندم بتدخل الصندوق، احنا ما دخلش اتحاد الاذاعه والتلفزيون جنيه واحد. احنا الصندوق المفروض بتدخل الفلوس وهو بيطلع الفلوس للاستاذ وليد علشان اتفاقاته مع الفنانين والحاجات دي كلها، والباقي الرعاية وتذاكر الحفل لصالح الصندوق. وده كان هدفنا، ان احنا نحاول قدر الامكان نجمع اكبر مبلغ لان احنا ندعم بيه صندوق تحيا مصر. نعم. هي دي كل الفكرة اللي احنا كنا بنفكر فيها، مع الفكرة الاساسية بعودة ليالي اضواء المدينه. طيب ابقي معنا لو تعليق اخير. تعليق اخير، ان اولا حضرتك احنا معترفين الاستاذ وليد عمل المكان والاجهزه وكل حاجه، كل ده اوكي، لكن هو يعلم جيدا ان الفلوس احنا هنطلعها كاتحاد اذاعه وتلفزيون منين؟ الرعاه لما دخلوا الفلوس دخلوها الصندوق، وهل ينكر ان دي مكالمه حصلت قدامي من اللواء اكرم قال له يا وليد الفلوس عندي في صندوق تحيا مصر، ما تقلقش يوم الاثنين الفلوس هتبقى عندكم. ده قدامي، ده كان يعني مش حاجه من بعيد عشان ننساها. وان الفكره كلها ان مسيره هو اللي هيطلع الفلوس، هيطلع الفلوس منين؟ احنا ما دخلناش ولا جنيه وهو يعلم ده. احنا علشان نستفيد من ان تحيا مصر جهه غير هادفه للربح، فقلنا ان هيبقى الصندوق هو الراعي الشرفي للحفله عشان كل الامتيازات اللي بتطلع للجهات غير الهادفه للربح نستفيد بيها، عشان يبقى اكبر مبلغ يطلع للصندوق وفي نفس الوقت نطلع اضواء المدينه بشكل كويس. يعني وبعدين خلي بال حضرتك في محضر موجود، مش محضر يعني محضر بوليس، محضر مكتوب في كان في مكاتب الصندوق
مكتوب في صندوق تحيا مصر ايه الدور بتاعه، دور اتحاد الإذاعة والتلفزيون ايه، دور الأستاذ وليد منصور باعتباره منظم الحفلة ايه. لو فيه نقطة في اتحاد الإذاعة والتلفزيون احنا ما عملناهاش ويطلع لي المحضر ويقول ان احنا ما قمناش بيها، اي حد ممكن يحاسبني عليه. شكرا ليكي أستاذة نادية مبروك رئيس الإذاعة المصرية، لكن يبقى في نهاية الأمر أن الخاسر الأكبر هو التحدي.